السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبكم في الله في قناة أبو يوسف للوصفات الطبية، ولا تنسوني من الدعاء في هذه القناة، أسأل الله أن ينفع بها وأن تكون سببا في شفاء بعض الناس بعد الله عز وجل أولا. أحبكم في الله، ولا تنسوا الصلاة والسلام على رسول الله. بإذن الله تعالى بعطيكم بعض النصائح لتخفيف الوزن في شهر رمضان. ما هي النصائح اللي هي تخفف الوزن في شهر رمضان؟ إذا كنت تعاني من السمنة فإن شهر رمضان يمكن يكون لك فرصة ذهبية لتخفيف وزنك عن طريق اتباع النصائح التالية. أولا، تجنب الشبع، حاول إنك تتجنب الشبع. إذا يعني لو معدتك دي وانت بتاكل انك وصلت لدرجة مرحلة انك مريحة من الشبع، تشعر بالخفة والنشاط. يعني كل ما تكون جعان كل ما تحس بالخفة والحركة والنشاط والحيوية، ودايما يكون مزاجك حلو وممتاز ويكون كده دايما مبسوط. اي نعم، بسبب قلة الاكل وعدم الشبع. رقم اتنين، الاكثار من اكل الخضروات. فوائد الخضروات في شهر رمضان عديدة، فهي تزود الجسم بالعديد من الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم، وقليلة السعرات الحرارية، سهلة الهضم، وتساعد أيضا في حرق الدهون، وتساعدك في الشعور بالشبع. وتاني، وينصح بالتنويع في السلطات والشربات التي تحتوي على خضار، كما ينصح بتقديمها مطبوخة أو مشوية أيضا بأنواعها المختلفة. ثلاثة، حاول انك تختار المشروبات بحكمه. يحتاج الجسم الى كميات كبيره من ايه؟ من السوائل. يعني دايما الجسم يحتاج كميات كبيره من السوائل، وياريت انك تتجنب العصائر والمشروبات الغازيه المحلاه ومشروبات الطاقه، لانها تحتوي على مستوى عالي من السعرات الحراريه ولا تساهم في تخفيف الوزن. وتذكر ان علبه صغيره من المشروبات الغازيه دي يعني 330 تحتوي على كم؟ 7 ملاعق صغيره من السكر. تتوقع؟ سبحان الله. امتنع عن تناول الأطعمة المقلية، البطاطس، الحاجات اللي فيها دهون كتير، حتى لأن الكميات القليلة من الأطعمة المقلية تزود الجسم بكميات كبيرة نسبيا من السعرات الحرارية، لأن كل ملعقة كبيرة من الزيت بغض النظر على نوعه تحتوي على 90 سعرة حرارية، اللي هي الأشياء اللي هي المقلية، خاصة البطاطا. تجنب الأطعمة المقلية مثل الفلافل، البطاطا المقلية، السمك المقلي، الخضروات المقلية لأنها غنية بالسعرات الحرارية. أكثر من المجهود الحركي، المشي، السرعة، الجري، الرياضة، دي كلها من أفضل الطريقة. والطريقة الصحيحة، حاول إنك تتجنب أكل الحلويات والسكريات والسعرات الحرارية، وينصح بعدم تجاوز 3 حصص من الفواكه يوميا في شهر رمضان بما فيها التمر. استبدل الحبوب المبشرة بالحبوب الكاملة مثل البرغل، القمح الكامل، الشعير، الأرز البني، تحتوي على ألياف غذائية تساعد على الشعور بالشبع. وعندك أيضا مثل، طبعا قلنا البرغل والحبوب المبشرة مثل الطحين الأبيض والأرز الأبيض، فهي خالية من الألياف الغذائية، ولذلك يضطر الإنسان إن استهلاك كمية أكبر منها يشعر بالشبع. رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير، وأسأل الله أن ينفع بنا وأن نكون سببا بعد الله عز وجل في تقديم النصائح للناس الفقراء المحتاجين. أحبكم في الله في قناة أبو يوسف للوصفات الطبية.